Zubi dubi zubi dubi pam para, zubi dubi param pam. Zubi dubi zubi dubi na cheke pagal stupid man. Hey zubi dubi zubi dubi pam para, zubi dubi param pam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مصطفى منصور من قناة كونان سكول, والنهاردة إن شاء الله هنبدأ مجموعة دروس بتتكلم على requirements review process وإزاي إن إحنا نقدر نطلع defects في requirement. مبدئيا كده عارفين فكرة الوقاية خير من العلاج. إحنا ليه نعمل, إحنا ليه نوصل لكيس إن الكيس إن إحنا عندنا الابليكيشن بتاعنا deployed وموجود ويكون فيه bug, والbug دي ناتجة عن مشكلة في requirement analysis. فاحنا بنحتاج ان احنا نعمل early testing عشان ان احنا ما نوصلش للكيس دي. طبعا بيبقى فيه خسائر time resources وكمان resources. طب خلينا بقى نخش على الموضوع على طول عشان ما نقعدش نر كتير. بس لما بتيجي تعمل CV بتاعك ما ينفعش تخش على طول كده تقول ايه في التكنيكال سكيلز بتاعتك ان انت بتعرف تكتب تيست كيسز وان انت بتعرف تاوتوميت التيست كيسز. لازم عشان تبين للراجل اللي بيفلتر CVs دي ان انت تقول له ان انت بتعرف تريد وتاندرستاند البيزنس ريكويرمنت, وعارف يعني ايه SRS اللي هو السوفت وير ريكويرمنت سبيسيفيكيشن دوكيومنت, وبتعرف تطلع ديفكتس في التيست بيسز. التيست بيسز دي اللي هي اي ورك برودكت. لازم تبين للراجل انت بتعرف تطلع ديفكتس في الريكويرمنت دوكيومنت. والنهارده ان شاء الله ومجموعه الدروس اللي جايه نتكلم عن مجموعه من الجايد لاينز والتشيك ليست اللي انت ممكن تستخدمها عشان تعرف تطلع ديفكتس في ريكويرمنت دوكيومنت. اول حاجه هنتكلم عليها لازم تكون اليوزر ستوري بتاعتك ديفينيتيف. يعني ايه ديفينيتيف؟ لازم يكون ليها طريقه واحده بس نقدر نمبلمنت بيها الموضوع دوت, وما ينفعش ان احنا نسيب فيه اي امبيجوتي او اي بوتنشال مس اندرستاندينج في والناس بتعمل ديفلوبمنت. لما البيزنس قال لك تكتب زير هاز تو بي اواي تو اوثنتيكيت, يعني الديفلوبر هيقعد بقى يسال نفسه بقى يعني مين اللي هيعمل اوثنتيكيت ومين وازاي هيعمل اوثنتيكيت وليه يعمل اوثنتيكيت. فلو بصينا هنا هنلاقي ان دي فيري باد يوزر ستوري. اليوزر ستوري الكويسه لازم تكون بتجاوب على ثلاث حاجات: مين اللي بيعمل يوزر ستوري وبيعمل ايه بالظبط وليه بيعمل اليوزر ستوري. يعني انت لو بصيت في الريكويرمنت دوكيمنت ولقيت ان اليوزر ستوري دي ناقصه حاجه من الثلاثه دول, يبقى لازم تعمل باج ريبورت او ديفكت ريبورت للبيزنس اناليست بتاعك, تقول له يا باشا انت عندك مشكله في الحته دي. As a user I want to sign up via email and password so that I can access my account. انا مين اللي هيعمل الموضوع دوت؟ انا a user, انا عايز اعمل sign up عشان ايه؟ عشان access my account. انما لو بصينا هنلاقي ان دي very bad user story, تقريبا يعني مش بتجاوب على اي سؤال من التلاتة. دي اول حاجة. تاني حاجة السيناريو لازم يكون verifiable. يعني ايه verifiable؟ يعني لازم يكون في حاجة اسمها definition of done. هل السيناريو ده اتحقق ولا لا؟ امتى نقول ان السيناريو ده اتحقق؟ تمام. ودوت هيكون هيفيدنا بعد كده جدا احنا كسوفت وير تيسترز فعليا عشان نوتوميت التست كيسز دي. نلاقي ان السيناريو لازم يتحقق فيه ثلاث حاجات. اول حاجه لازم يكون فيه البري كونديشنز اللي هي الجيفن والاكشن, امتى بيعمل كده وايه اللي هيحصل بعد ما نعمل السيناريو ده. فعلى سبيل المثال ده اكزامبل لباد يوزر ستوري. اي وانت تو داونلود ذا ليست اوف اول يوزرز ان سي اس في فايل اور اكسل فايل. طيب دلوقتي ده فيري امبيجوس ريكويرمنت. ليه بقى؟ انت مش عارف مين اللي المفروض يعمل الموضوع دوت, انت مش عارف هل الادمن اللي هيعمل الموضوع دوت ولا يوزر تاني هيعمل الموضوع دوت. طب تعال نشوف بقى فيري جود سيناريو مكتوب از ان ادمنستريتور. دلوقتي الشخص اللي بيعملها هوت اي وانت تو داونلود ا سي اس في فايل ويز اول يوزرز ان ا سيستم فيا ا ويب انترفيس. دلوقتي كل حاجه واضحه هوت سو ذات اي كان يوز ات ان ماركتنج, اللي هو بيتجاوب على هو ووات وواي, احنا ليه بنعمل كده. فلازم البيزنس اناليست يكون مدينا البري كونديشن احنا بنعمل كده امتى, الجيفنز البري كونديشن والاكشن والريزلتس يعني بعد ما يعمل كده ايه اللي هيحصل بالظبط. فلو بصينا هنا في الجود يوزر ستوري هنلاقي هنا ان هو بيقول لنا ان انت لازم تكون ادمن, لازم تكون داخل عامل لوجن اس ادمن, هيكون عندك ادمنستريتيف بانل, عندك لوحه تحكم للادمن, فانت تختار داونلود سي اس في فايل. تمام. ولما تعمل داونلود للسي اس في فايل هيطلع لك فايل موجود فيه الايميل والفيرست نيم واللاست نيم بتاع الناس الكلاينتس اللي عندنا او اليوزرز اللي عندنا في السيستم. بقى هنا دلوقتي حققنا فكره الديفينيشن اوف دان, وكده سهلنا علينا از ديفلوبرز ان احنا نمبلمنت الفانكشناليتي ديت,
واز تيسترز ان احنا الاوتوميت التست كيس دي. احنا دلوقتي عارفين بالظبط الستبس بتاعه التست كيس دي. تالت حاجه هنتكلم عنها النهارده واخر حاجه، بس ان شاء الله يكون في مجموعه دروس كتيره بتتكلم عن الموضوع دوت، ان لازم يكون عندنا في اكسبلست اكسبتنس كرايتيريا. يعني اكسبلست اكسبتنس كرايتيريا بشكل صريح جدا عشان نقول ان انا عملت امبلمنتيشن للريجستريشن فانكشناليتي، لازم اقول الفاليديشنز اللي على الانبوت، لازم اقول ان الباسورد لازم يكون مش اقل من 6 كاركترز، لازم يكون في ريكوايرد فيلدز تكون متحققه، ولو في ريكوايرد فيلد مش اليوزر وهو بيعمل ريجستريشن ما كتبوش لازم يطلع له ورنينج يقول له انت ما كتبتوش، لازم يكون at @gmail is not allowed to be registered. ساعات في ابلكيشنز يقول لك انا مش عايزك تريجستر بجيميل اكاونت، انا عايزك تريجستر باكاونت الشركه بتاعتك، باكاونت الكومباني بتاعتك. لازم تقول ان في كونفيرميشن لينك هيتبعت لك بعد ما تعمل ريجستريشن عشان تاكد ان الاكاونت ده بتاعك فعلا. دي فيري باد يوزر ستوري. فاليوزر ستوري دي بتقول لك I want to have sign up functionality from business domains only. يعني ما ينفعش يكون من جيميل، ما ينفعش يكون من اوتلوك، ما ينفعش يكون من ياهو. Can we have an confirmation too؟ يعني بيقول لك احنا دلوقتي مش عارفين هل في هيبقى في confirmation بعد ما نعمل registration ولا لا. فهنا بيقول لك ان هنا مفيش اي information حوالين ان احنا نعمل confirmation ولا لا، سايبها كده blank. المفروض ان انا كديفلوبر او كتستر اتوقع المطلوب ايه، وده طبعا غلط. فلازم نتاكد ان احنا as a user مين اللي بيعمل الفانكشناليتي ديت، انا بعمل ايه وات وليه، سو كان اي اكس ماي اكاونت. لازم يكون في اكسبتنس كرايتيريا وستبس عشان نقول خلاص ان الموضوع دوت خلاص اكسبتد، ان احنا ان هو اتعمل خلاص ونخش على الفانكشن اللي بعدها. ولازم نساعد الديفلوبر ان هو لما بيجي يعمل امبلمنتيشن للفانكشن دي ان كل حاجه تكون جاهزه قدامه، يعني ما يكونش في حاجه ممكن بعد كده تسبب مس انترستاندينج مس انتربريتيشن. والموضوع دوت هيسهل علينا از اوتوميشن تيستر ان انا اوتوميت التست كيس دي. انا عندي كل حاجه، عندي الستبس بتاعه اليوزر، عندي الاسيرشنز اللي انا هتاكد منها. يبقى انا لو لقيت اي حاجه ناقصه، لو لقيت اي حاجه ناقصه في الحاجات دي، لازم اعمل ريبورت الديفكت للبيزنس انالست، اقول له لو سمحت انت عندك مشكله في الحته دي، عندك مشكله ان انا مش عارف دلوقتي هل هيكون في كونفيرميشن ولا لا بعد ما اعمل ريجستريشن عشان اتاكد ان هو فعلا بزنس دومين. دلوقتي لو عملت ريجستريشن باكونت @yallakura.com هيتاكد ازاي فعلا ان انا شخص من الناس المسؤولين في موقع yallakura.com؟ لازم يبقى ساعتها لازم يكون في كونفيرميشن. مثلا لو لقيت اي حاجه ناقصه ابلغ البيزنس انالست اقول له عندك مشكله في الحته دي، يا ريت تصلح الموضوع ده عشان الموضوع ما يبقاش فيه مشكله بعد كده في مراحل متاخره في المشروع. بس كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يجي لكم الفيديوهات اول باول، وتعملوا كومنت يشجعنا فيه ان احنا نعمل فيديوهات اسرع. شكرا جزيلا. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.